السلام عليكم اخواني الكرام. دائما في قصر تاكوميت، قصر تاكوميت تبارك الله، شوفوا الروعه، شوفوا الجمال، شوفوا تبارك الله هذا القصر كيفاش داير، بحال شي عش ديال الطير. العش ديال الطير كتشوفوه بان مجموعه تاكوميت راه مجموعه، وكتشاهدوا معنا دائما هنا بان راه ترممت، يعني عطات واحد الصوره مزيانه قبل من اللي كانت، ولكن مازال يعني ما اكتملش هذا الترميم، لان علاش؟ راه مازال واقف وغادي ان شاء الله يزيد يستمر. اخي المشاهد الكريم، بما ان كنتابعوا لكم هذا الفيديو وكذا، ما غاديش نساو لكم واحد الصوره لهيه على القصر ديال اولاد العباس اللي هو انفصله، وفرق بيناتهم غير الواد والماء. راه كتشوف الماء تبارك الله فينا، الماء كيبان لك الماء، وهنا مع هذاك النخيل ديال واحد النخيل وهي ولات غابه. وواحد القضيه، بما ان هاد الناس ضعاف كانوا دايرين فيرمات في بورديم وهذا الاخر بزاف، هاد الاماكن اللي داير فيهم فارم، ولكن نظرا لنقص المياه ولاو الاصل ديالهم اللي هي تاكوميت، كلش كيسقيو من داك العين تبارك الله الفلاحه ديالهم، واحد العين اللي هي كتجري بسيطه ولكن فيها واحد البركه اللي هي عظيمه. اخي المشاهد، دائما كنبغيو نوريكم دائما جماليات المدينه، وحتى اللي هي قديمه راه كتزيدها جمال، بحال هاد اللقطه هنايا كتشاهدوا معنا لهذا الجانب الايسر ديالنا. هذا كتشدوا هاد الجبال، هذا شد لي هذيك البيت راها فينا، هذيك البيت وي، وهنا ماذا بك شدنا داك راها فينا هذاك الجبال من تما حياك الله، وهذوك راهم هذوك يعني حيوط ديال البنايات زبان، وشدنا هذاك الديكور اللي هو على اليسار ديالك، راه يعني شي حاجه دايزه الكلام. خوتي خواتاتي تبارك الله عليكم، مع قناه طريف تي في اللي كنصور لكم هنا هذا المشهد، وبالتالي بالتالي غادي نعطي واحد التحيه لكل المغاربه في جميع انحاء المعمور، كل واحد على حده، لان المغاربه تبارك الله ماشي ساهلين، فين ما درتهم ان شاء الله كيجيبوا رسوم. وحمدنا الله على مغربنا، حمدنا الله على وطننا، حمدنا الله على ملكنا. تحياتي والى اللقاء، فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.